بجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في هذه التغطية الخاصة. هنتكلم في هذه التغطية عن التطبيق الأكثر شهرة عالمياً، بنتكلم عن تيك توك. الإحصائيات بتقول إن مستخدمي الإنترنت بيقضوا وقت أطول على تيك توك أكثر من أي تطبيق آخر. أيضاً هذا التطبيق بيعمل بخوارزمية معقدة وكتير من أسرارها مش معروفة حتى الآن، لكن اللي تعرف يقلق. مثلا بيقوم التطبيق تطبيق تيك توك بجمع معلومات حول كيفية استهلاك المستخدمين لمحتواه من الجهاز اللي بيتم استخدامه إلى المدة اللي بيشوف فيها المستخدم الفيديو والموضوعات أيضا اللي بتهمه. وطبعا هذه المعلومات بيتم جمعها زي ما قلت لحضراتكم لضبط هذه الخوارزمية المعقدة لتظهر لك فيديوهات مخصصة ومناسبة لك على الصفحة الرئيسية للتطبيق. طبعا ده جعل الامريكان قلقانين جدا من الكم الضخم من البيانات اللي بيتم جمعها عن طريق هذا التطبيق، واللي ممكن يقع في نهاية المطاف في يد الحكومة الصينية وهي توظفه بالتأكيد لخدمتها. الكلام ده مش جديد، ويمكن الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب أصدر أمرا تنفيذيا بحظر استخدام تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب القلق الشديد من أن الشركة ممكن تسلم هذه البيانات للسلطات الصينية. النهاردة بعد أن أصبح التطبيق الأول في العالم، أصبح الصراع على تيك توك إحدى أكبر المواجهات في الإنترنت الحديث. قوتان عظيمتان عالميتان في طريق مسدود للتنافس على قوة ناعمة تقدر بمليارات الدولارات، يمكن أن تحدد مستقبل الثقافة والترفيه لجيل كامل. خليني أقول لحضراتكم أن الوضع وصل لدرجة أن السيناتور الأمريكي تيد كروز وصف التطبيق بأنه حصان روضة. وصف التطبيق أيضا بهذا الوصف لأنه زي ما قلت لحضراتكم بيقوم التطبيق بجمع المعلومات من المستخدمين، واللي بيستطيع بالتأكيد في النهاية الحزب الشيوعي الصيني القيام به واستخدامه للتأثير على ما يراه الأمريكيون وأيضا ما يسمعونه وما يفكرون فيه في النهاية. وأيضا أجهزة الاستخبارات الأمريكية كشفت أن 300 موظف حالي في تيك توك عملوا سابقا في وسائل الإعلام الحكومية الصينية، ده وفقا طبعا لحسابات الموظفين العامة. على الجانب الآخر هنلاقي أن شركة تيك توك تنفي كل الشكوك حول استقلاليتها وتعهدت مراكز الشفافية المادية، تعهدت ان هي تكون بمنتهى الشفافية، وان هو علشان يقدر الخبراء ايضا يعني مراقبة قرارات الإدارة ويشوفوا القرارات وايضا يطلعوا على البيانات. خبراء التقنية بيقولوا انه طالما انت على الانترنت فانت برضاك او رغم عنك بتسلم الكثير من معلوماتك للشركات الكبرى. كلنا عارفين ان الكثير من الشركات الامريكيه زي فيسبوك حاولت قبل كده اساءه استخدام البيانات، لكن بيظل تيك توك اكثر جراه في جمع البيانات من منافسي. يعني مثلا بيطلب التطبيق باستمرار قائمه جهات الاتصال الكامله للمستخدم حتى بعد الرفض. كمان اكتشف عدد من مبرمجين الانترنت ان في رمز موجود جوه التطبيق بيمكنه تسجيل كل شيء ويكتبه المستخدم ايضا في متصفح الويب الداخلي للتطبيق وبما في ذلك الباسورد وكل البيانات. خليني أيضا أقول لكم إنه ده جعل السلطات الأمريكية تشعر بالقلق الشديد من أن الحكومة الصينية تتخذ أسلوب سموه فسيفسائي. هذا الأسلوب لجمع البيانات وتواصل مجموعات صغيرة وغير متناهية من البيانات واللي تبدو في ظاهرة غير مهمة ولكنها تشكل مجتمع قوة كبرى. صراع كبير على أهم تطبيق النهاردة، أهم تطبيق والأكثر شهرة عالمياً. زي ما قلت لحضراتكم التطبيق رقم واحد في العالم، واللي يمكن البعض بيشوفوا انه بيقدم للناس مقاطع رقص او فيديوهات مضحكه، لكن الحقيقه ممكن تكون مختلفه، الحقيقه ممكن تكون اكبر من كده بكتير. دي كانت كل التفاصيل والمستجدات حول التطبيق الاكثر شهره عالميا ورقم واحد في العالم من حيث الاستخدام، تطبيق تيك توك. اللي هنا تنتهي هذه التغطيه، شكرا لحضراتكم على المتابعه والى اللقاء. We'll be right back.